بمناسبة قناة النهار، يعني طبعا أحب أن أنا أوجه للقناة أنها تهنئة بمناسبة أنها فازت بجائزة فرسان الجودة في دورته 13. كان معروف دايما أنه فرسان الجودة بيتعمل في دبي، ولكن السنة دي في الدورة 13 اتعمل في القاهرة، وفازت شبكة النهار بجائزة فرسان الجودة وتسلمها الأستاذ عمرو الكحك. دي معانا على الهوا. وايضا الاستاذ احمد فايق مقدم برنامج مصر استطيع ايضا فاز بجائزه من نفس المؤتمر او المهرجان، وهو فرسان الجوده.